للحديث عن الإحاطة الأممية في مجلس الأمن حول العراق والاتهامات لها بدعم العملية السياسية رغم الفساد المستشري فيها، معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد صبري. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بك. ما الجديد الذي أتت به المبعوثة الأممية في إحاطتها؟ يعني قراءة سريعة لما تفضلت به مبعوثة الأمم المتحدة بالعراق أمام مجلس الأمن يشير أنها كررت ما قالته قبل نحو 100 عام من الآن. هي أكدت على أن العراق دخل أو الآن في منظومة فساد حقيقية لم تشر ولم تؤكد ولم تتهم أي جهة التي تسببت في هذا الفساد الكبير الذي يلتهم ثروة العراق الحقيقية وبالتالي يضع العراق على شفا كارثة اقتصادية. ما قالته اليوم هو تكرار لما تحدثت به قبل أشهر، ولكن هي لم تعطي إجابة واضحة عن الذين يقفون أمام وقف هدر المال العراقي. طيب أستاذ أحمد، إذا كانت المنظومة السياسية فاسدة، لماذا دعمت الأمم المتحدة إجراء الانتخابات في العراق بنفس المدخلات ونفس المعطيات ونفس الأحزاب السياسية؟ الأمم المتحدة وباستمرار وتحديدا في علاقتها أو تعاطيها مع الشأن العراقي منذ الحصار الجائر على العراق واحتلال العراق كانت غطاء للاحتلال العراق وأيضا غطاء لهذه المنظومة الفاسدة. بتقديري أن نموذج الحكم بالعراق هو ما أرادته الولايات المتحدة، لأنها تعتقد أن هذا النموذج لا بد أن يبقى حتى وإن كان كسيحا، ولكن لا يرتقي إلى مستوى التغيير الذي ينشده العراقيون. العراقيون طبعا كيف ينظر العراقي إلى بعثة يونامي؟ كيف ينظر العراقيون إلى الأمم المتحدة؟ العراقيون وفي طليعة هؤلاء الذين يرفضون نهج هذه الحكومة وتحديدا شباب ومتظاهري تشرين يتهمون هذه المنظمة بأنها تواطأت مع السلطة في ما يتعلق بتغييب الناشطين السياسيين وأيضا التضييق على المتظاهرين من خلال التهديد والقتل. بلاك كارت نظرت إلى هذا الموضوع بعين واحدة ولم تشر إلى من قريب ولا من بعيد عن الذين قتلوا المتظاهرين الذين يرفضون هذه السياسة الحكومية. العراقيون لسيما يعني ثوار تشرين يتهمون بعثة الأمم المتحدة بالفساد وحالها حال النظام السياسي الحالي، نظام المحاصصة في العراق. إلى أي مدى يمكن تبرئة البعثة من تهم الفساد الموجهة إليها الموجهة لها من العراقيين؟ كثير من النخب العراقية وبعض السياسيين والأكاديميين وأيضا قسم من ثوار تشرين يؤكدون أن بعثة الأمم المتحدة تعاني من فساد سياسي وإداري، وبالتالي هي ضيعت البوصلة التي جاءت بها إلى العراق من أجل مساعدة العراقيين على تجاوز حالات الاختلال السياسي والاقتصادي. هذه الاتهامات كانت واضحة وتشير إلى رئيسة البعثة بأنها تجامل وتصمت على الذي يجري في العراق وتحديدا في تعاطيهم مع حركة الاحتجاجات الشعبية. طيب أستاذ أحمد، رغم أن هذه العملية السياسية فاسدة، العراقيون يصفونها بالفاسدة، هم أنفسهم السياسيون ينفسون يعني يصفون أنفسهم بالفاسدين، رغم ذلك كله المجتمع الدولي يدعم العملية السياسية، ما سبب هذا الاستمرار بالدعم رغم أنها فاسدة وأصبح الفساد يعني حقائق مثبتة بالتقارير الدولية وآخرها ربما وليس آخرها سرقة القرن؟ لأن الولايات المتحدة التي احتلت العراق ووضعته على سكة عدم الاستقرار منذ 20 عاما تريد أن يبقى هذا النظام بكل ترتيباته السياسية والأمنية والاقتصادية. من هنا يكمن قرار المجتمع الدولي بالتعاطي مع هذه الحكومة أو الحكومات السابقة التي تتهم بالفساد والتي ضيعت وأهدرت ملايين العراقيين وبالتالي حرمتهم من الاستفادة من هذه المليارات
بسعادة العراقيين وبناء العراق بشكل جيد. الولايات المتحدة السبب الحقيقي الذي يبقي أو يدفع المجتمع الدولي إلى التعامل والتعاطي مع هذا النظام الفاسد، كما أشارت إليه بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم في إحاطتها في مجلس الأمن. نعم، من عمان الكاتب والباحث السياسي سيد أحمد صبري، شكرا جزيلا لك.